السلام عليكم. أمسي على الشيخ صالح و... وعليكم السلام صالح، وأقول عندي سؤال يا شيخ. تفضل. بالنسبة يعني إذا كنت يعني أنا مسافر يعني وحكم إني برجع يعني بعد أسبوع، يعني هذا مزدر معي السفر، بالحالة هذا أقصر وأجمع يعني ولا يعني؟ بس أنا المشكلة عندي يعني الجمع وقصر، يعني إذا كنت يعني وصلت المدينة اللي يعني مكان العمل اللي أنا فيه، طيب. ثم أرجع يعني القصر والجمع يحق لي ولا ما يحق لي يعني؟ طيب شكرا. أن تقيم في مكان العمل كم يوم؟ أقيم أسبوع وأرجع لمدينتي يعني الحائل، وأبقى فيها الخميس والجمعة ثم أعود للعمل، يعني بحكم العمل إذا جيت يعني البلد العمل أقصر وأجمع يعني ولا يحق لي قصر وجمع ولا ما أدري؟ أنا عاد مختلف في هذه. طيب. كم تقيم في محل العمل يا أخي؟ هلا؟ يجلس أسبوع يا شيخ. لا ما يجوز له يقصر ولا يجمع، ينقطع عنه السفر فيتم الصلاة ولا يجمع. طيب أحسن الله إليكم.